السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صبحكم الله على كل ما يسر خطركم ويفرح أنفسكم ويسعدكم ويسمعكم الكلام الطيب والخبر الزين، يبعد عنكم كل كدر وكل ضجر وكل ضر وكل شر. شو بقولكم، هذا صباحنا أمس صباح حزين، صباحنا أمس معلوم حكم الله وقدره، غير الفراق صعب. أمس طاح ركن من ركون الكرم والطيب، طاح ركن من ركون اليود والعز والفخر، طاح ركن من ركون بوظبي. يعلك فداعة الله يا أبو حميد، يعلك فداعة الله يا عبد الله بن محمد المسعود. نعم أبو حميد، فراق صعب على كل بيت، فراق صعب على كل مواطن، فراق صعب للعالم كله. كم من بيت وكم من أسرة أصبحت البارحة حزينة، كم الحزن انتاب البلاد، حضرت الجنازة. الجنازة كانت جنازة مهيبة، شيء يعني ما تتيمع الرقم هذا من البشر. كم تيمع من العالم أمس، كم تيمع من العالم من داخل البلاد وخارجها، أمم في تشيء، في الصلاة وفي الدفن، في صلاة الجنازة وفي وقت دفن الجنازة. سبحانك يا رب، كم هي العالم اللي حضر. نعم أني كنت مذهول طول فترة الجنازة، وقت الصلاة وقت الدفن والعالم اللي حضرت. سبحانك يا رب، سبحان الله لكثرة محبين هالإنسان، لكثرة الفضل، لكثرة الخير والسمعة الطيبة. ما حد تماية، ما حد تماية من الفجيرة لين السلع، من داخل بوظبي وخارجها، من داخل دولة الإمارات وخارجها. هذا اللي لحقوا، ناهيك على اللي ما لحقوا أو عندهم ظروفهم خاصة. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد. يا الله يا رب أنك تغفر له، يا الله يا رب أنك تغفر له وتجعل قبره روضا من رياض الجنة، وتصبر أهله، وتصبر محبينه واللي يحبونه واللي عاشوا وياه واللي عاصروه واللي. اللهم لك الحمد. لكن صدق طاح ركن من ركون اليود. نعم ان طاح ركن، طاح ركن من اركان الكرم واليود والطيب والسمعة الطيبة والاخلاق وصغارة النفس واليود والطيبة والحشمة والكرامة والهدوء، وما تدرد حد، ما تدرد حد من الله خلقه وكرمه مغطي مطلع الشمس. شفت مطلع الشمس هذه؟ متعدنها، متعدي مطلع الشمس الكرم. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. يا الله يا رب تجعل كل ما قدم في ميزان حسناته، وتاجره إن شاء الله في جنة الفردوس مع الشهداء والصديقين. في الجنة المكتب كان طلق ليل بنهار للساير وليا، حتى يوم هو محد، أي حد محتاج شيء من يخلي أوراقه أموره طيبة. سيد من توصل الأوراق كل شيء يستوي هيب، وكل شيء غادي سهل. واللي يطلب تخفيض بحميد الله، الله فينا نبي تخفيض، نبي السيارة الفلانية، نبي نيسان المدينة الفلاني، زي سيروا المكتب. هي لك طال عمرك ما سووا لنا تخفيض، كم عندك؟ عندك شيء الفلاني؟ عطهم إياه والباقي مسدود عنك. يا له الجنة، عطهم اللي عندك هذا المتيسر، والمتعسر خلى علينا نحن، خلى على ربك. عاد اللي يصير يتوقع اللي بيسوي له تخفيض، ما يعلج أدى والثلث والثلثين، ساعات يتأدى النص، ساعات سر وخذ اللي تباه، وسر خذ اللي تباه ما شيء أكثر عنها، خذ اللي تباه ما شيء أكثر عن هالكلمة. يا حافظ، يا الله يا الله يا رب، تجعل كل ما قدم في ميزان حسناته. هب من اليوم،
من يوم نحن يهال، من يوم نحن يهال، يجون الكبار والصغار من شرق من غرب، ما يرد حد، ما يرد حد، ما يرد حد على هالأساس. شفتوا العالم هالكذا البارحة انتزرت الدنيا، يذكرون الطيب، يذكرون الأخلاق، يذكرون المعاني، يذكرون الكرم. كيف يعني محبة؟ لازم بيون هالكثر، بيون أكثر. سبحان الله، اللهم لك الحمد. يا الله يا رب أنك تغفر له. سامحوني عاد اليوم على هالرمسة، سامحوني سامحوني. المؤسسة العسكرية في هذاك الوقت في التسعين في اجتياح الكويت طلبنا عدد سيارات معينة من السوق، فرحنا لشركات مختلفة. لكن أنا أريد أذكر حالة مميزة، وهو الشخص يسمى عبد الله المسعود. هذا الإنسان لما طلبنا منه نشتري من عنده 4000 سيارة، قال أنا عندي الرقم والرقم الثاني جاي. قلنا له بكم؟ قال اليوم أنا خلوني أدي واجبي، هذا حق أنا لازم أدفعه لدولتي بدون مقابل. صباحكم ورد ونور وسرور. هذا بخبركم هالورد هذا، يبون مسكر ترى تدروبة شي شرات الكوز، ويوم يبطي روحه يفتح. ها هاي شي واحدة منهن، هاي واحدة يبونها هنم شرات الكيزان. ها روحهن يوم يبطي روح يفتح. سبحانك يا رب. فهاللي بياخذ يوم بياخذ ياخذ من هالنوع، نوعية جيدة يعني، وتبطي هب شوية يومين وتخترب ولو شياته المراد. صباحك خير يا بنت سعيد، صباحك الله بالخير. هاي عاد ماي هناك صورتها، وكل يوم أجلس وأسلم عليها أصبح بها. يعلى الجنة الباردة، يا مال الجنة الباردة يا بنت سعيد، يعلى الله يغفر لك. المراد أموري طيبة وبخير وسهال. شو هذا حين؟ This is sausage, vegetables and cheese and kusbala and shabbat. والفقع وين؟ فقع إنسان صلصة. Sorry. شيء رئيسي ما قالته. Thank you دواركم. Thank you, thank you. Welcome. You want bed or no? No, without bed. Okay, this is okay. Yes, without bed. Inshallah. Okay. Without bed. Thank you. Welcome, sir. تعرفون شو قال الحين؟ يقول كل يوم تأخر علي، أنا بالصبح موجود باكر أنا هبي عينك. ها كلها تنديقة، محسب ما ياك من الصبح؟ صلاح منو يا أول، أنت ولا محسن؟ أنت جيت قبل؟ منو يا صلاح قبل؟ هي يعني شو يعني أنت متأخر؟ زحام عليه ليش تهندق؟ بلاك تهندق يا رب يا صلاح، وايد تتهندق يا صلاح، تتهندق زيادة على اللزوم. ما حد خدامة؟ زين سر تقول واحدة من الخدامات. لازم خير أو صباح النور. جني. ها. جوازني. جواز؟ طب ما تب أنت ما بقاعد بتصير أمريكا؟ نزيل ولم نزيل بتصير أمريكا أنت ويا أسد. ها ما يب حق أسد. لازم منو بيسبحك؟ منو بيتعبل منك؟ أسد ولا منو؟ أسد. خلاص حيل لازم يطير وياك ويجلس وياك. وعقبتي كم شهر بتجلس؟ أربع شهور؟ أنت سوي كورس إنجليزي، شو رأيك؟ درس إنجليزي. ما تبي تدرس إنجليزي؟ كورس. سر عند صعيب خالد. هديت الله يحفظه. Why nobody sit with Salah anymore? ها؟ محسن كان محسن قال لو كان هني موجود محسن. شو يعني هالنمون؟ بيض بيقطن بطنك من هالبيض. بابا خالد، بابا خالد. تفحص بعد كده أنت من كتر. شو؟ مثلي أنا شو مسوي لي أنا سووا له. محسن شو مسوي للبيت؟ يلا تحرك عادة. يا بابا شو مسوي البيت؟ يوم شو؟ الشباب، الشباب الفنان. ودنقوا الفنان يا سلام. هي
أيوة هذا الكباب اللي عليه رضوان من الله. اللهم لك الحمد. يا رب الدولة أنك تحفظها من الزوال. ها شو الاسم؟ عزلا شوف شو مكتوب الاسم؟ سلا خادي بعد البابور بتاعي ده كده ده سلا احمد عبد الله تلتلا تاب بتاع مين ده؟ محسن الكلبي ده اه صورة صلاح يقول محسن الخالدي لا كذب هذا كذب بتاع صلاح محسن الخالدي اشوف رامي الوجه ها صلاح ولا محسن صلاح ها محسن ولا صلاح يا رجال انا من ابنو اشوف رامي هذا مرسي ها مرسي هذا الله هذا مين هو هذا هذا اسمه هو أسد أسد وين سرتوا اليوم تروحوا بيت الخلف هي شوي بريكفاست سمول يعني لازم تريد أول شوية إذا ما يجي تعبان شو تريق هناك ما بابا يجلس قير كلام بس ما اكلت صراحه لا شويه هذا بس اذا ما يجي تعبان بشوي شو عاد اكلت تفاحه تفاحه لو بيضه لا تفاح تفاح كله بيض لا بيض تعال شيف هو بابا شوي بريكفاست صلاح بيض يعني ولا هي بتري شو صلاح شو اكلت اليوم صباح شباب شو كل شو صلاح صباح هذا اثنين اخو يجلس ما يشوف انا صباح بس صباح لسأل خلفه سو تليفون حق خلف وين تليفوني عطني تليفوني سلام عليكم سلام عليكم شقيقنا هلا حبيبي صباح الخير صباح الخيرين كيف حالك شو اسمك خلف صلاح يقول ما تريق اليوم عندك يلا سير يقول بس شرب بس قهوة بس قهوة يا خالد قهوة بس ما بس قهوة بس قهوة لا حلف لا اليوم من طرف صلاح بس قهوة بس خلاف والله تقول حلفت الله والله شوي بس رقمتين خالد بيض بس بتشي في القرص بس والله بيضة يعني كل شرب قهوة وكل بيض لا قهوة ما شرب قهوة شوي وبيض شوي نقطتين بس وصح بس واحدة بس واحدة فردة واحدة فردة لا يا بصير امريكا الحين بهلك هناك بدي النفاضة بتصير بس يلا شكرا شقيقي ان شاء الله زين صلاح حبيبي يلا ليش انت كذا بتقول ليش تقول صلاح بالك الحين زعلان لا ما كل بيض وايد احنا نسوق بنعطيه من ريوقي صلاح من ريوقي ها هذا انا ريوقي ها هذا ابوي ريوقي انا هذا داخل ابوي زبيدي و ما ادري شو يا سويت الدواركه ايكت يو اور مدام والله تسعي واي يو ديدنت سي تو مي وين اي كم تو يو تو ذا كيتشن يو اسك مي ساد اي انسر يا ربي يو ار اني بيج لاير ناو صلاح بيد نفس شراتي عم يعطونك شراتي خلي ولي عله ان شاء الله لينان اكثر عن انانه سر مناك تعنى والله انت نوتي استويتي اسد احب تصير امريكا من بيطان راسك باي ما انت ما يريد روح انا صلاح كان ما يشرد عنك في امريكا ما يعرف يتكلم اي عزبتي ما بيروي يشرد ما يعول زين الفرنسا يسلمون عليه منو من فرنسا من فرنسا ولدي يسلم عليه يعني الله يسلمه ويحفظه حميد منصور يقول حميد ما شاء الله الله يحفظه حبيبي يا ابو محمد صباح الخير يا خالدي والله ذكرتني في 92
تو متوظف واحد من العيال عندنا يعني من اخواتنا، ودخلنا عليه ما نعرفه، قلنا له تو متوظف وريال ما عنده شيء، عطانا تخفيض وقال لهم عطوه شيكات وخلي يشيل السياره ويروح بدون دفعه ولا بدون شيء. يعلى الجنه والله صدق. امين يعلى الجنه. مساكم الله بالخير. جرت الأعراف والسن أبوي عند الإمارات وبالأخص أهل أبوظبي يندبون غداء أو ريوق أو عشاء أو يندبون ثلاث ويبات، كل إنسان حسب استطاعته، وهذا غداء المعاريس. الله يحفظكم، بارك الله لكم وبارك الله بارك عليكم وجمع بينكما في خير. أفراح الظاهري والقبيسي، محمد بن عبد الله سلطان الظاهري على كريمة علي بن هامل الغيث القبيسي. هذا أبوي. يلا افتح، يلا بوصف، يلا هذا جاي بدا، يلا عاد كوكلي يلا هذا أبوي فوق الضرسي فوق لحمد الحوار، هذا سنام لحويه، هذا سنام لحسوي الموتير، طرف ابوي ابيض وطرف فوقه مكبوس، هذا طرف الفوقه اللي هو مكبوس وهذا طرف ابيض، بحمسه الكبود بالجليه. واصل اذان الظهر؟ لا، 11:30 واصل غدا المعاريس، 11:30. هذا اللي يفرق ابوي من الناس اللي تعرف من الناس اللي ما تعرف، يندبون الاكل وقت الاكل، يعني ان بغى حد بيجي لا ويخبرون قبل حشر بعشر، لا تطبخون ترى جاي بييكم غدا الفلانيين. وهذا ابوي الشرع والاصول اللي ماشيين عليها للدار من استوت الدنيا. وهاي لحمه الحوار، شفتوا لحمه الحوار جاي بيضة، لا صارت قبلها ولا بعدها لحمه. وهذا ابوي الجفل، الجفل هذا السناء، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه ايوه يا سلام، هذه اللحمه اللي عليها رضوان من الله. ها الحمد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جعل الله يبارك لهم يطرح ان شاء الله البركه في ذريتهم يا رب العالمين، يرزقهم الذريه. هذه لحمه السنام 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 السنام، هذه هي طول العمر، هذه يا سلام يا سلام يا اسميها لحمة حوار. هاي لحمة الحوار اللي عليه رضوان من الله، الرضيع بعده ابوي ما دقدق الخضر، لبن ريج ايه العمارهم ان شاء الله عمر شعيب النبي، ما قصرتي يا بنت خليفة، ما قصرتي. هذا العرف في دولة الامارات، هذا العرف كل انسان حسب رغبته او حسب مقدرته يقدر يريج ويغدي ويعشي لمدة ثلاثة أيام، وحد من العرب يقدر أبوي يسوي ويبة وحده يغدي، أو جسم حلوة أو جسم منفوش أو جسم بشمك، يعني يستوي كل إنسان حسب رغبة المعاري شو اللي يبون، كل إنسان حسب استطاعته. فعرس الجماعة هذا عرس يتشرف عبد الله بن سلطان الظاهري وعلي بن هامل الغيث القبيسي بحضوركم لحضور بدعوتكم لحضور حفل شو الخيبة الغلط بدعوتكم لحضور الاستقبال المقام بمناسبة زفاف محمد بن عبد الله سلطان الظاهري على كريمة علي بن هامل الغيث، وذلك يوم الاثنين الموافق 4/3، يعني اسبوع الجاي 4/3 بعد صلاة العصر، بنادي ضباط القوات المسلحة، ودامت دياركم عامرة بالأفراح. هذا عرسهم الله يحفظكم الأسبوع الجاي. هذا بما يختص بعرس الريايين وعرس الحريم الله يحفظكم، هذه دعوتهم. تتشرف حمده خليفة بن فريح القبيسي، والله ومليار والنعم، تريليون والنعم، والله مليون مرحبا بنت خليفة، يعني الله يحفظها. نزيد رفيعه هلال بن دري القبيسي، هاي ام المعرس الله يحفظها يطول بعمرها، وهذه عاد ام العروس اللي هي منى
بتعتيج بمطار القبيسي بدعوتكم لحضور حفل زفاف محمد بن عبد الله سلطان الظاهري على كريمة علي بن هامل آل غيث القبيسي، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرا. يعني حطن في بالك إنه مكسار، مكسار تراها، بتقول ما حد قال لكم مكسار. إيه لا تسرطن الضحى، لا تعال بويبة القطن، قطن كل شيء طيب موجود. شو خليته بعد مخولين ومعممين من خوال وعمام، رقم واحد في كل شيء، في الترتيب، في المايو، في الانتقاء، في الذوق، وكل شيء كل شيء كل شيء. انزين، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرا يوم الأربعاء 6/3 أسبوع الجاي، فندق قصر الإمارات أبو ظبي، وبحضوره كنا تكتمل فرحتنا. لا تقول ما حد قالكم. إيه هاي حمد بنت خليفة، حمد بنت خليفة بن فريح القبيسي، مخلفة حياة هامل، هامل الغيث القبيسي. بتقول ما حد قالكم؟ ضروري 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 كل كنتن، الكل منكن والجميع، ما وحدتن في بيته، عرس أسطوري هذا. يلا الله يتمم عليهم على خير، هو ويجمع ما بينهم ويألف ما بينهم على ما يحب يرضى، يرزجهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. هينم هذه حمده حفيدة العروس، حفيدته، وأم المعرس رفيع بنت هلال بن دري، والله مليون والنعم، وأم العروس منى بتعتيج بن مطر القبيسي، والله مليار والنعم فيهم كلهم ولا قصور بحد. والله يتمم عليهم على خير ويألف ما بينهم، يرزجهم الذرية الصالحة. الرياييل والنساء لا تقولوا ما حد قالكم الدعوة ترى هذا، ولا تقول ما حد قالكم. يا ويله اللي ما بي، يا ويله ويا ظلام ليله، عرس معتبر رقم واحد، ما عليه حطاح الكرد دونه حد ما يه المسج حد، سبحان الله لعل وعسى. فأنا أبوي حطوني، قالوا أبوي ندوك بمحمد، الله الله فينا، سبحان الله، جل من لا يسهو، جل من لا يسهو. حد وصلوا أبوي الكرت عند الدري والمالهم عند بابهم وما عطاهم، ولا حد تشب عليه شيء، ولا ما وصل، ولا شياته. الحاضر يعلم الغايب. دعوة أبوي مشروكة للذكور والإناث، هذا وحينه دعوة يتكن انتني الحرمات، والدعوة يكم انتو يا الريايل، وضروري الكل منكم والجميع حضر. لا حد يقصر أبوي، لا حد يقصر، ناس أبوي ما يستاهلون حد يقصر بهم، وافين من استوت الدنيا شراتكم، مثل ما أنتوا وافينهم وافين، لا حد أبوي يأخر ولا حد يبطي عن اليية. بارك الله فيكم، مساكم الله بالخير والنور، ما شيء استنى، مساكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم عاد شيء دوابة وشيء موضوع زراعة وشيء مواضيع لها أول ما لها تالي، والحمد لله اليوم اليوم غدا المعاريس، خمدني خمدة، نعم التحر حد داقني مربع على راسي، خمدة الذين كفروا. توني وصلي العصر قبل نص ساعة، لكن الحمد لله رب العالمين. المراد أقولكم اليوم بعد شيء أمر، شيء ناتق من نواة قنون، شيء اسم اليوم، يوم نونها في أي وقت وفي كل مكان ولكل زمان. اللي ما يدري ما يدري، واللي يدري ترى درى ولحق. ليش نون؟ نون أبوي عندهم تخفيضات تصل إلى 70%، تصل إلى 70% تخفيضاتهم حالياً. بدأت تخفيضاتهم تاريخ 24 وبتنتهي تاريخ 28 على كل المنتجات، كل المنتجات اللي تخص نون ابتدت التخفيضات من 24 لين تاريخ 28، 70% تخفيضات تصل إلى 70%. هذا الابليكيشن نون، اي شيء بالاصفر هذا ابتلاء العروض، يومين اختفن وباجيات يومين. ترى مره الموضوع ما يبالع باله ولا يولي بالك، مثلا عندك خصم على الجوالات 150 درهم، هذا الجوالات تنزل وانت نازل وانت نازل، ها خصم 11%، خصم 50%، وانت نازل خصم 59%، خصم 67% على الوعيان وانت نازل، ما السماعات، شو بقولكم، الغواري، الكتلز، هاي مالت الكابتشينو، بأمور كاميرات، بواصلات شواحن، شو تبع كل موجود، طب وتخير. في أشياء مكودة عندهم، أشياء وايدة، يعني ما بالله هذا وانت ساير، ها وانت ساير عندك هاي الأشياء، مالت التليفون، الموبايلات الإيداد،
ال يسمونهن هايل ايبادات كل شيء موجود عندهم، كل شيء موجود عندهم، بس ما عليك لأ تقول. جميع العطورات عليهن خصومات، جوتشي، فرساتشي، كارتير، ديور، شانيل، الالكترونيات بانواعها. شو اي شيء عليه اصفر هو داخل في التخفيض، تخفيض اللي يصل الى 70%. عندك ميكروويف، الغلايات، العصارات، خلاطات، اشياء، الوعيان بانواعهن، شفاطها مالات الهوفر، يعني اشياء وايد كثيره، وبالاخص مالات المطبخ منزلين الوان جميله تناسب كل الاذواق يصل. لكن اللي عليه لون اصفر و99% منهن ترى عليهن لون اصفر، يعني الخصم يشملهن. حتى النظارات، حتى النظارات، العطورات، السوع، الالكترونيات، ماركات الاديداس، هذاك اللي يسمونه نايك، كل شيء، كل المارك هذا نسيت شو يسمونه، كلهن كلهن شاملين الخصم الى 70%. اللي يميز الموضوع كله انه كل الاشياء اللي عديناها عليكم في خلال 24 ساعه توصل، اذا ما وصلت في خلال 24 ساعه نهار ثاني توصل. اي طلب اكثر عن 200 ريال سعودي او 200 درهم التوصيل مجان. تقدر تدفع الفلوس عند الاستلام ببطاقة الائتمان، اللي هي البطاقة، بطائق الائتمان، يعني كل إنسان على هو باللي موجود عنده. في حال المبلغ تعدى 1000 ريال أو 1000 درهم بإمكانك تقسط المبلغ بالأقساط المريحة وبدون فوائد. كل المنتجات اللي موجودة في موقعهم، موقع نون، من عطورات، اكسسوارات، الكترونيات، كل شيء موجود اصلي 100%، تضمنه دولة الامارات وتضمنه المملكة العربية السعودية، ضمان جارنتي 100%، اصلي على بطنه وظهره. اللي يقول غير عن الكلام هذا، هذا انسان ما عنده حاسية، ما يعرف للأصلي ولا يعرف للزين ولا يدل دربه وين جاي وين متنتي من أي أرض جاي. الزين موجود أبوي عند نون، لأن نون هي اللي عندها الزين. نون أبوي شركة إماراتية سعودية وطنية 100%. ترى على فكرة المرة هاي غير أي عرض، بتلقط الكود الخصم ماله تحته. هذا جوالات مثلا، اكسسوارات الجوال زينها هالكود ماله، بعدين جوالات وفرها هذا الكود اللي تحصل فيه الخصم، اكسسوارات الجوالات تحت تكتب زينها، وعندك وانت مطرج وانت ساير وتنزل تحت السوق مالهم تاخذ اللي تبغى برخص الاثمان يصل الى 70%، وكل اصلي على بطنه وظهره ولايتي رقم واحد. شو بلا حين محسن؟ مخبله. زين ايش تباني اسوي به؟ مبدله؟ نجيب واحد جديد؟ لا بريد. تبغيه ولا نجيب واحد جديد؟ لا بريد. بريد. شو يعني؟ بريد بريد. تريد؟ ما اسمع، ما فهمت. ما بريد بريد. مريض مريض بودي المستشفى. يبغي ابويا عمره مخ، مخ خربان. صليت انت المغرب؟ خلاص النار. متى متى صليت المغرب؟ محسن، محسن صلى؟ لا فرحه صلى عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي. صلاه ما صليت؟ لا فرحه الفلاح. انا بدي اينا من قبل المغرب، من ساعه من الذل المغرب عادي فغلي. اخ عليك بتروح النار بتاكلك. بدل من وشو بدل؟ بغلي. هذا بعد الحين توه واصلها على ما تشوفه الخوري والملا. يا ابو الكرت روحك اسوال اساوي. يتشرف حسن عبد الله حاجي الخوري وصديق محمد عبد الله الملا بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهما عبد الله على كريمة صديق محمد عبد الله الملا، وذلك يوم الأربعاء اللي هو بكرة 27/2
بعد صلاة العصر بنادي ضباط القوات المسلحة قاعة طنب الصغرى والكبرى أبو ظبي، الله يبارك لهم ويجمع ما بينهم على ما يحب ويرضى ويرزقهم الذرية الصالحة. مساكم خير ونور وسرور. وايد العرب الجماعة بيتخبرون يقولوا لي ما شاء الله يا أبو محمد إنتاجك وايد جميل في حديقة كلمة واضعة. نعم ولله الحمد، هذا ماية من فراغ، ياء بعد نطة ونطيطة. السؤال اللي يعيد نفسه حاليا العرب كلها تخبر عنه، شو سبب عدم عقد الأزهار وتساقط الثمار؟ وإن عقدت الثمار عقدت الزهرة واستوت الثمرة بعد فترة تحت، شو السبب هذا؟ وش أنا عندي تبارك الرحمن، ها هذه الدنيا مزهرة وهذه الدنيا ها شد عقدة تحينة، ها هاي برتقال بسرة وهذا ها زهرة، ها مزهر زهرته زهر أكثر عن الورق اللي الله كاتب النصيب بيتم. هذا الهنبع مثل ما تشوفون تحرها كشت عيوز من الثمرة ومن الزهر، يغل ورق وثمر وزهر. شو الإجراء عشان تحافظ على الثمر من يوم يغدي ثمرت تحافظ عليها؟ وشو الإجراء اللي تخلي الزهرة تعقد حق تغدي ثمرة؟ وانغدى الثمرة كيف تقدر تحافظ عليها ولا تحت؟ شو السبب؟ لازم في أسباب. الشيء هذا ما استوى من فراغ، يعني تثمر الشيرة مليون ألف ثمرة تغدي فيها وخلاف ما تصفى لك على شيء، لازم في خلل. الخلل وين موجود؟ تعالي برمي هذا الحين مثلا، هاي في فاي من النوادر تلقط في فاي بنت حولين، هذا ثمرها. لازم في شيء تأسيس، في شيء تأسيس وقت الزراعة وفي وقت العناية، وقت سكون، وقت غل ورق، وقت إنتاج. في إنتاج خضري الحين مثلا، عندنا الإنتاج الخضري هذا يسمون إنتاج خضري، ورق جديد وغل أزهار وثمار. فلذلك هذا وقت حاليا عناية مركزة. أحد الأسباب الشير يغدي كثيف الأزهار، ويوم يستوي الزهر وايد وبهالكثافة اللي تشوفونها، هاي مثلا شيرة واتر أبل، فزهارها كثيف، فالزهرة من تكثف يكثف زهرها، الشيرة من يكثف زهرها تتصارع بعضها مع بعض لأجل أنها تحصل على الكربوهيدرات حسب تكوين تتكون الثمرة. فإذا الكربوهيدرات مش موجودة وهي أحد العناصر اللي مجموع من مجموعة عناصر، فيستوي خمول وضمور في الناتج، فتحت الثمرة أو تحت الزهرة. وترى ما بالله كربوهيدرات، مواد غذائية كثيرة، مواد غذائية كثيرة تنتقصها التربة ما موجودة فيها، فلازم من المكملات الغذائية لكل شيرة. هذا واجب في حال بغيت الثمر، وفي حال بغيت عقد الثمار، وفي حال بغيت عدم تساقط الأزهار. هاي أحد الأسباب. زنك والنتروجين هذه من أهم العناصر اللي يعطي الشيرة قوة، تخلي الشيرة قوية تتحمل انها تثمر. شرات الحرمة تبلغ البنية وهي عمر 11-12، متى يقولون زين لها الحمال؟ الحمال من 17-18-20 قوة بنيانها، تروم تحمل اللي تحمل وهي صغيرون كل يوم وعقت، فلانة قصيرة فيها ضعف، اعظامها ما بقوية، ما ادري شو بلاها، عطوها عسل، عطوها خيل، عطوها مر، عطوها طحنة الزمان، يالله يظهرها الكبير وليت وبها عاش وبها تخمكر بعد. هاي كلها بوين حن نخبركم كيف تقدر تتلاشاها. الحين الطب علم عن الأوادم وهل بالزراعة، خبروكم شو طريقة انكم انتم تحافظون على الشرة. عدم الانتظام في الري كثرته وقلته بعد، هذا من الأسباب تساقط الثمار وعدم عقد الأزهار. هذا أولا. وثانيا إذا تسقي الصبح على طول، تسقي الصبح ما يستوي، اليوم سقيت الصبح باتر تسقي المساء، نهار ثالث تسقي الظهر، نهار اللي عقبه تسقي الضحى، لا. الانتظام في الري، وقت الري محدد، يا الفجر يا أذان المغرب، واحد من الاثنين، ما يستوي كل يوم لك برنامج. حالة الأوراق لازم تكون صحية متجانسة ألوانها، ما بورقة صفراء ورقة بنية ورقة أطرافها يابسة، كيف بتغدي الثمرة؟
ما بتعقد لا الزهرة ولا بتصمل الثمرة. لا والثمرة وين بتحصل قوتها؟ تستمد القوة من الورقة ومن الغصن ومن الجذر. فكل بوية تعدت الأسباب والموت واحد، من لم يموت بالسيف مات بغيره. ولازم انك تفحص الأوراق، فيها حشرة، فيها ترفس، فيها عنقز، فيها طحنة الزمان، فيها كت، فيها نون، أي شيء هذا لازم تعالجه حسب تقدر ثمرة زينة. الأسباب خبرناكم عنها، يا غير الحلول. الحلول أحب أخبركم عن الحل، كيف بدايته. بداية الحل مش سحر هو بين يوم وترك، لا، الحل يبتدي أول بادي من وقت سكون الشجرة اللي هو الشتاء، وقت الراحة، ما في غل ورق في الشجرة، يسمونها وقت السكون. لازم من كل طرف من أطراف الشجرة، سواء كان هنبة، لومي، أي شجرة، لازم التقليم. هذا التقليم مثلا ها انش واحد ينقص، هذا مكان ها انش ها ينقص، وانت ساير ها انش وتعقه ها شي يابس تعقه، لازم ها ها شوف هذا الشيء، هذا الحين غصن، غصن ها انش واحد ينعق. هذه البداية. تقليم الأشجار مبنية وقلم، لو كل من يونير ما تنفي الوادي شيار. اللي ما يعرف يسأل، واللي ما لاقط حد يسأله يجيب مهندس مختص، مهندس زراعي ذو خبرة ومتمكن. أنا مزرعتي هاي الصغيرة في بيتي في حوي، هاي مزرعة بيت لا تعد مزرعة، لكن الحمد لله هذا نصيبي في الدنيا والحمد لله. جانع جانع، وهاي عنايتي في مكاني، واللهم لك الحمد ساد عمري. نحن قبل رمسنا وقلنا سبب التساقط وعقد وعدم عقد الثمار وحتى الأوراق وحتى الثمار اللي هو نقص مادة النيتروجين. انسي حين قبل وقت الإزهار بأسبوعين ثلاثة سمد الزراعة تسميدها بمادة النيتروجين، بل أكثف أكثر من مادة النيتروجين في التربة دور مدار الزراعة، باستشارة مختصين. ما بمني وطريج تاخذ وروحك تكود، لا لا. قبل اسبوعين ثلاثة من التزهير يجب رش الشير بعنصر الزنك، يعطي الشيرة تحفيز، حافز قوي لعقد الثمار وكثافة الازهار وعدم حث الثمرة ما تحت من عقب ما تعقد. مادة الزنك يجب رشها قبل الازهار باسبوعين على الاقل او ثلاثة. في معلومة وايد ضروري الكل منكم والجميع يعرفها، نحن اشجارنا اللي نحن نقصدها الحمضيات، مثلا عندك اللومي، شخاخ، السفريل، الهنبة، اي شير نحن عندنا يدخل في فترة الشتاء، فترة يسمونه البيات الشتوي، سكون سكون، فما يحتاج ري في الأسبوع الواحد مرة واحدة، تتبع هالشيرة يسدها لين أسبوع اللي عقبه، أسبوع كامل. الشيرة متى زيادة الماء، زيادة الماء هدر للمال والوقت وفواتير كهرباء تيكم من كثرة المياه. الشيرة ما تبخر عن هالماء في الشتاء. يوم تس ها شو الزراعة هني كيف ها 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 السبب نسقي مرة واحدة في الشتاء، مرة واحدة، لأن كثرة الماء يسوي تعفن في الجذور، وهذا يؤدي إلى تساقط الزهر وتساقط الثمر. متى الشيرة تبى ماء؟ وقت الثمرة، وقت التزهير، يوم بيعد الثمر يبال ماء، مرة في اليوم، ثلاث مرات في الأسبوع على حسب التربة، نسبة وتناسب، هب دحق ولا محق؟ انزين. وقت الصيف جهد وركضة وسير ويي، الإنسان يشرب ماء، الإنسان اللي الحرمة الحامل تبى أكل تغذية حق تتغذى، هنمون الشيرة وقت الشتاء ما تبى، لأنها ما فيها لا حمال ولا غل ورق، لا عندك لا إليك سكون مركوز سامان ديقة. متى تحتاج وقت الثمر أكرمها بالأسمدة والمياه؟ وقت ثمرها، وقت غل الورق، وقت الإزهار، وقت الناتج، هذا تكرم الشيرة. وقت البيات الشتوي جيج ما تبع. بس عليكم يلا.
نسيت أخبركم بكرة ترى شيء سيره للعين إن شاء الله، غدائي في العين بكرة، شيء تغطية معرض في فندق هيلي ريحانة العين، فندق هيلي ريحان العين، تغطية مهرجان مرابع العين، هذا بكرة إن شاء الله غدائي في العين، وبسير وبحضر الافتتاح وبصور كل شيء قبل ما يبتدون الافتتاح، إن الحريم بين، لأن المعرض للحريم، أنا ساير أسوي أصور المحتوى قبل ما ينا للحريم، قبل ما يوصلن للحريم أسير أصور البوتات وبصور شو اللي عندهم شو ما عندهم شو يمتاز المعرض فيه، هذا كل باكر بتشوفونه إن شاء الله الساعة 1:12 بهالحدود بكون موجود إن شاء الله في ريحانة روتانا العين إن شاء الله، ولتغطية معرض مرابع العين أو مهرجان تقريبا اسم مهرجان، هو مهرجان مرابع العين. موقعي ما يبال مكان، ما يبال عرف، اكيد في الجيم. زين اقول لكم، وهذا الرجال الحين اللي قدامي اللي تشوفونه سلمت عليه، هو سلم وانا رديت عليه السلام. المهم عاد يقول لي انت ما تعرفني، قلت وين اعرفك انت ابوي، انت صغير علي انا كيف بعرف؟ قال لا انت تعرف يدي. قلت والله عين ابو عرف يدك؟ قال هي نعم. قلت له منو يدك؟ قال لي محمد بن فضل. والله والنعم محمد بن فضل جارنا في العين في المقام. قلت يا ابوك انا احيدك قبل ابوك ما ياخذ امك، احينه ما شاء الله تبارك الرحمن، وانا كله قابض يعني كل امسات وامسات ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، ها ريان بلحيته يلا سنين تخط، كل اللي يدعون الصغر نحن صغار نحن صغار نحن صغار، ابويا قطار هذا قطار ماشي حياه، قطار ماشي سيده لا شيء لا يمين ولا يسار، اللي بيتشلبح ترى ابوي خطف ومشى، واللي بيتم ابوي ورا بيازم ابوي ورا، ما بيوصل قدام دبه حياته لان ما يبي يصير قدام، في منهم والله من يبون عيال يخطف عليهم شويه من العمر ياهم الارباخ ويلسوا في بيوتهم لا حركه ولا عندك ولا دونك ولا شيء سيره ولا يي ولا عندك ولا همك الله ولا عندك ولا اليك، فييهم ارباخ ماشي شرات النشاط والحيويه اتشلبحوا في الحياه ماشي يخير عن الحياه، الحياه حلوه وجميله وفنانه، العيب والخراب منا نحن، منا نحن فاهمين الدنيا غلط، واحد من يكبرون عياله كسر عمره ويرس البيت، والله هذه مصيبة. حياكم الله جمهورنا الكريم، تاريخ 7 و8 مارس على مسرح مركز الثقافي إمارة عجمان، عرض مسرحية هلا بالخميس مرحبا، ارفع الشاشة. تاريخ 7 و8 من الشهر اللي بهل، مسرحية هلا بالخميس، تحيدون أول بادي كانت أبو ظبي، عقب سارت لين الشارج راس الخيمة، من راس الخيمة حين ردت لكم عيمان، لا تقولون ما حد قال لكم، المسرحية جميل وفنان ولا شيء يخير عنها، لذلك الاستمرارية معنات النجاح، أي شيء تشوفون مستمر، كان تواصل اجتماعي، غناء، حفيز، تجارة، بيع، مشترى، آدمي، شيرة، روح، أي شيء يستمر معناته نجاح، الفاشل منو؟ اللي يتم على حظ على عمل بحر الأولي، هذاك ما يطول عمره، هذاك يسمونه فاشل. مسرحية ناجحة بما تعني الكلمة من معنى، فلذلك حاليا تاريخ 7 و8 من الشهر اللي بيهل بتكون في عيمان على خشبة المسرح الثقافي، على خشبة المسرح الثقافي في عيمان، مسرحية هلا بالخميس، هلا بالخميس مسرحية جميلة هادفة اجتماعية، خفة الطينة خفة الدم، طارق العلي جايكم هو وما حاش حوشة. دار الهوى دار يا مدني شوفك نفرش لك الدار، دار الهوى دار اسمع يا دار. Can you help me or
شنو؟ انت مو عندك شاليه؟ اي كلمه ما له شغل. شنو مالك ساعه بتقول وردي وردي؟ بتورينا حاجه يا اخي؟ تعال فوق وانا اوريك. تعال يا حبيبي. تحب الزفر؟ انا ملك الزفر، انا خالد مزفر. ايوه انا بفهم هذه الحلوه، ليش ما تبي تقبل فيني؟ احترم نفسك انت وياه. شوف جمالك ايش سوى. انت مو بروحي انا هني معاك. هلا شبعك حب، شبعك دلال. هلا بالخميس. طرب واناسه وخفه دم وخفه طينه، خفه طينه عدها الكويت بالوصف.